ورجعنا لكم تاني وفقرة انت وشطارتك، وهنشوف محمد رشاد هيقدر يحافظ على ثباته الانفعالي في ردوده على الأسئلة ولا لأ وهو بيلعب. يلا بينا. يلا بينا. جاهز انت؟ أنا جاهز. يلا ابتدي. تختار ايه؟ أنا اخترت ليفربول. Are you much? يلا بينا. طبعا ليفربول لازم نتكلم عن محمد صلاح. مو صلاح اكيد. مو صلاح طبعا. بس ربنا يستر بس ايه ما خسرش ليفربول. لا ما يعني. لا ده قولي بقى هو ايه موضوع البلاي ستيشن بقى مع الرجاله؟ يعني ايه فكره ان هو لما بيلعب اي راجل بلاي ستيشن ما بيبقاش بمركز في اي حاجه غير ان هو بيلعب، واي حد بيكلمه زي ما انا بكلمك كده بيبقى متنرفز. عشان هو اكيد عايز يكسب. يعني طب ايه المشكله مع يعني ممكن يوقف دي لعبه على فكره. لا ما لو وقف كده خلاص بقى هو كده مش هيكسب، انت كده بتضيعي وقت يعني. طب انت مين اكتر لاعب بتحب تلعب بيه في البلاي ستيشن؟ محمد رشاد. مش متواضع جدا. طب خروجه مع مراتك ولا خروجه مع اصحابك؟ مراتي. ماتش مهم جدا للاهلي ولا فرح مع حد قريب منك؟ نص الماتش مع الاهلي والباقي دبلوماسي برضه. دبلوماسي. ايه اكتر حاجه نفسك الاهلي يحققها بسرعه؟ يدخل كاس العالم للانديه تاني باذن الله. مين اللاعب اللي انت بتعشقه في الاهلي ودايما بيكون مؤثر في حياتك بتحسه كده؟ بصي انا بحب وليد سليمان جدا، بحب علي معلول، بحب من الجيل الزمان خالد بيبو. طيب قول لي كده وانت بتتفرج على او بتلعب بلاي ستيشن. ايوه. عندك ايه بقى طقوس برضو يعني بتحب ايه؟ عندي ان انا اركز في الماتش وما اتكلمش كتير. فعلا؟ والله. هنتكلم برضو مفيش فايده. ماشي. انت مش هتسكتني خالص. الليل ولا النهار طيب؟ الليل. ساحل ولا جونه؟ جونه. عصبي ولا هادي؟ عصبي. عصبي فين ده؟ شكلك هادي. انت شخص رومانسي ولا لا؟ مش قوي. مش رومانسي؟ مش قوي. الناس هتصدم. بنات. لا مش قوي. بقيت هتصدم كده. مين كانت فتاة احلام محمد رشاد زمان؟ فتاة احلام محمد رشاد زمان كانت نانسي عجرم. نانسي عجرم زمان؟ ده زمان؟ يعني زمان قبل ما انا. طب زمان قوي وانت صغير؟ وانا صغير هند رستم. ده يا سلام. علاقتك ايه؟ علاقتك ايه بسواقة العربيات او في يعني في سواقة في الزحمة؟ بعشق سواقة العربيات بس في الزحمة لا عشان ممكن اتخانق كتير. هو انت شايف الستات بتعرف تسوق ولا لا؟ احيانا في منهم بيعرفوا يسوقوا في ما بيعرفوش خالص. ايه احيانا دي؟ احيانا والله. لا الستات بتعرف تسوق. لا 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 دايما. بتعرف. مش دايما. بتعرف دي اشاعات. لا والله مش دايما. انتوا تدونا امثله بتاعة ست مش عارفه تسوق وتقول لك اغلب اللي بيقفل عليا وانا سايق بنات. فدي امثله ان هم مش عارفين يسوقوا بس في بنات بتسوق كويس. على فكره احنا لو بنعمل حاجه بنعرف نعملها بجد. لا لا هنطلع بره النقاش ده علشان ايه. ماشي. لو محمد رشاد صاحبك تستحمله ولا تزهق منه؟ لا طبعا هستحمله واحبه جدا. يا سلام. نهار ابيض. طب تستحمله في ايه طيب؟ ايه يعني ايه اللي هيخليك تستحمله يعني؟ هستحمله في عصبيته عشان هو قلبه ابيض. وهقعد اسمعه كتير عشان هو صوته حلو. ونسافر مع بعض عشان هو صحبته لذيذه. يعني انت محايد طول الحلقه وجيت عند محمد رشاد بقيت مش محايد خالص. طب لو محمد صلاح قولي على محمد صلاح صاحبك. صلاح؟ يا سلام. يا ريت يبقى صاحبنا يعني محمد صلاح ده. بس انت جبتي سيرته. جبتي سيرته على طول الكره راحت له. الموه مفيش زي الموه. لا ما هو لو ما هو محمد صلاح هيكون صاحبك اللي بيكعبلك في دقيقه 90. لا هو عمره ما هيكعبلني عشان احنا مش هنبقى منافسين. يعني هو لو صاحبي مش هيبقى منافس ليا فمش هيكعبلني. دبلوماسي برضو خالص والله. لا امال ايه طيب؟ هو احنا كلنا بنحبك يا صلاح ف يعني رشاد مش هيقدر يقول اي حاجه ولا احنا ولا اي حد. طب ايه اكتر صفه بتكرهها في اي حد اول ما تشوف الصفه دي بتخاف منه او بتحذر منه؟ لو خبيث او كذاب. جون. يلا هنجيب جون ولا ايه؟ طيب. انا حاسه ان انت عمال رايح طول الماتش كده رايح جاي وما بتكسبش خالص. انا رايح مش راجع في طريق كله مواجع. انا بروح بالكره بياخدوها مني. مش عاجبني احنا نطلع فاصل علشان هو مش بيلعب خالص وانت منتبه بالماتش. مش هتتاني يا نوري. نطلع فاصل ونرجع تاني. يلا.